السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعار الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري اليوم 11/11/2022 في مصر. سجل الدولار الأمريكي اليوم مقابل الجنيه في بنوك الأهلي، البنك الأهلي والبنك المصري ومصر والقاهرة سجل نحو 24 جنيه و34 قرش للشراء، 24 جنيه و39 قرش للبيع. أما الدولار الأمريكي في البنك التجاري الدولي مصر سجل 24 جنيه و39 للشراء، 24 جنيه و44 قرش للبيع. أما السعر الرسمي في البنك المركزي سجل 24 جنيه و37 للشراء، 24 جنيه و46 للبيع، فيما بلغ متوسط سعر البيع نحو 24.36 شراء 24.44 للبيع. دمتم في رعاية الله وأمنه، وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.